السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وشت ان تيتري يعني تاع واحد اعلامي جزائري وين قال لك قطر تحطم مخطط جعلي تجريد الجزائر من كأس العرب. والله ما انا ساهمين هذي تاع المغرب لقجع باغي يديه لا كوب، حنا لقجع غادي يلعب في التيرا فين با يتروحوا فينك القاطر فين با يديروا مؤامره وبا يديروا من وبا يديروا بغاو يديروا مؤامره ولقجع بغا يدير مؤامره في لقجع في قاطر للعرب ولا ما فهمناش اش كاين. رحمه الوالدين نقولوا الناس كاين والله العظيم. يعني انتم هنايا رانا هنا رانا هنا احنا مخصوصين هنا وما منتخب وطني تاع العرب تاع اللي غادي يشارك في العرب في يومين تلقطع في يومين بارتيه الحشيه الصباح نجيبوا اللعابه روح تشوف محرز روح فلان روح نبول حي روح من روح من اي روح تشوف روح تشوف من روح حي هيا بالخف نديروا 11 لعاب باينه 11 ونربحوا ونربحوا ونوصلوا فينا. لا انا كيما هكا قادر نعطيكم كاع اللعابه اللي يلعبوا صباح شيا بارتي على 5 تاع عشيه. انا على 8 تاع الصباح ندير قائمه ونقول ما يروح وين نعيط لهم بالوعد روح شوف روح قد الطياره وروح قد الطياره وروح بالخف. واو لا تجي تقول لي باللي لقجع ما يدير يخطط منا منا يا دير واحد انت هضروا الحقيقه ما تقلبوش. شو نقول لكم كلمه راه عندنا اعلام ربي وكيلكم والله العظيم ما نسامحوكم والله الناس اللي تبغي البوله تاع الجزائر والله ما غادي تسامحكم. واش راكم ديروا نتوما اللي حطمتوا الجزائر جبتوها من 2014 ورواح من 2014 ورواح نتوما تحطموا فيها حتى نجحتوا 2017 وما زلتوا لحد اليوم وعاودتوا وليتوا بقوه. هذه تاع قضيه هذه مصطلح تاع لقجع يعني اللي نتوما راكم تهضروا على لقجع وراكم تكتبوا على لقجع اكثر من المغاربه والله لا اكثر من المغاربه راكم ديروا صوالح اكثر من المغاربه. اللقجع يعني كنت تروح تشوف بعض واحد لي سيت يعني على جال الانديه تاعهم تسيبهم ضد اللقجع في التسيير تاع اللقجع وانتوما راكم تهضروا على اللقجع واحد الهضره يعني ما فهمناكمش كيفاش راكم تهضروا تا هنايا انتوما هنا مستوما على بالك بلي هذا الاعلام اعلام والله يا ربي لا خلص فيكم. هذا الاعلام كاين اعلام كاين شرفاء خلينا الناس شرفاء خلينا كي تروح تهضر مع يزيد وهيب كي تقول له بالك لقجع يقول لك هاكا يا برك انا من الهضره تاع الدراري. تهضر مع حسين جنات يقول لك برك انا من الهضره تاع الدراري. تهضر مع الناس اللي يعرفوا واش راه كاين ويعرفوا واش يدور في الاعلام الفاسد هنا في الجزائر يقول لك برك انا من الهضره تاع الدراري. اي صيد كيما يقول لك برك انا من الهضره تاع الدراري. روحوا شوفوا يزيد وهيب وين يعرف واش كاين واش يدور يعني في المحيط تاع الصحافه كيفاش يخدم كيفاش تحوس تقلب الراي العام الراي العام يعني وتشوفهم فرحانين جايين يجروا يقولك ايغيل كان بدا براءه تشوف يحوسوا كيفاش يلهوا الراي العام والناس تخدم واللصوص تاع الفيلم يخدموا كيما بغاو. راكم ساهمين مش راكم ساهمين هذه قضية هذا مصطلح تاع لقجع يعني بيون برك بيون من عند الصحافة الجزائرية هذا كان والو والله لا بيون برك بيون جايين بيون يلعبوا به اسم تاع لقجع يلعبوا به لهنا عندنا هو ماشي جايب عليكم ما والله بل جايب عليكم كاع هو قال لهم خلوهم يهضروا كاع ليا انا وانا راني نخدم راه داير عليكم لو كان راه داير عليكم وداير على الهضرة تاعكم يعني ما يجيب صوالح لبلاده ما يجيب صوالح لبلاده ما يجيبش يقول لك تولي يهضروا فيا في الجزائر يهضروا فيا يتهموني اتهم لا بغيت تتهم تشك الناس اللي تخدم انت مازال انت مازلت روطار انت مازلت روطار مكاش انت يا مكاش انت ما راكش كاين كاع انت اصلا هنايا في الاتحاديه منظومه رياضيه ماهيش كاينه انت كيف انت يا غادي تنجح كيف تضربوا على لصوص باغي تردوهم ناس ما عندهمش كفاءة. هنا نقولوا لازم لنا رجال صحاب كفاءة صحاب كفاءة. راك تشوف راك تشوف راك تشوف كي راهي صريحة راك تشوف كي راهي صريحة
كيما تروح تهضر على القجع ناجح، القجع بعيد عليك، القجع عنده القجع من 2014 2023 راه عنده 26 انجاز، 26 انجاز القجع انت تهضر عليه، تهضر على القجع، القجع راه بعيد عليك مالك، لها مع روحك، لها مع روحك القجع يعني يخطط يا ودير تربع غاليك، هضر على روحك، هضر على روحك، ترى حرر روحك، حرر روحك انت كاعلامي، روح حرر روحك برك ما تقصروا علينا مالكم، ما القجع عنده 26 انجاز، 26 انجاز القجع عنده، نحسبوا لكم 26 انجاز نحسبها لكم، جا 2014 بدات بدا العمل في 2014 كان 16 عامين هو يخدم غير الداخل، ينظف ينظف قاضب بالمصلحه والبالا يصلح ويقيس، عامين عام الثالث كماسات تبان 2016 كاس افريقيا فوتسال 2017 ويداد لقب كاس ابطال افريقيا 2018 تاهل المنتخب المغربي لكاس العالم روسيا بعد غياب 20 سنة وتصفيات صعبة بخمس مقاعد افريقيا من اصل 54 منتخب 2018 لقب الشاد 2018 الوداد لقب سوبر افريقي 2018 الرجاء لقب كونفدرالية الافريقية 2019 الرجاء لقب سوبر افريقي 2020 كاس افريقيا للفوتسال 2020 نهضة بركان لقب الكونفدرالية الافريقية 2021 لقب الشاد 2021 راجع لقب كونفدرالية الإفريقية 2021 راجع لقب كأس محمد السادس للأندية العربية 2021 المغرب بطل العرب فوتسال 2022 المغرب بطل العرب فوتسال 2022 تأهل المغرب لكرة القدم لكأس العالم قطر مع مقعد صعب يعني مقاعد صعبة من إفريقيا بخمس مقاعد فقط يعني والتأهل الإعجاز هكا التأهل الإعجاز هذه باش يكون على بالكم يعني 2022 الوداد لقب أبطال إفريقيا 2022 نهضة بركان لقب كونفدرالية إفريقية 2022 نهضة بركان لقب سوبر إفريقي 2022 لقب القارات الفوتسال 2022 المغرب سيدات وصيفة بطل إفريقيا وأول منتخب عربي يتأهل كأس العالم 2022 المغرب سيدات إيديسات بتأهل المونديال وأول منتخب عربي يحقق 3 نقاط في المونديال في كل الفئات الممكنه يعني 2023 تأهل المنتخب الإيدي 7 والوصول الى النهائي الوصيف والتأهل كاس العالم شباب 2022 الجيش الملكي سيدات يحقق لقب ابطال افريقيا 2022 اعجاز كروي نصف نهائي كاس العالم 2023 لقب كاس العرب للفوتسال 2023 لقب امم افريقيا 23 والتأهل لأولمبياد بعد غياب من 2012 انت تهضر لي انتيا تهضر لي على القطاع خدموا الحاج محمد راه رامي كان يخدم وصلت تصطيف داو كاس العرب وصلت فينال الياسما فينال بجاية الناس كاع كانت تخدم حتى العلمة وصلت دومي فينال حتى لايس وشلف وصل دومي فينال الناس كانت تخدم هاتشو العمل كي داير كاس راخر دا احسن لاعب في افريقيا ناس كانت تخدم جيت هي تهضر لي هضره عاوجه تاعك ولا هضر عاوجه تاعكم مكاشيه مكاش عند الرجاله جاني تخدم ما جيت تهضر لي تقول لي قطر تحطم مخطط لقجع لتجريد الجزائر مكاس افريقيا لا لقجع بيلعب لك 5 10 ويت بيحبس لك استاد عندو تيليكوموند ميجي طالع في هجمة برك ما تكذبوا على الشعب هضروا الصحه هضروا على لهنا درا لهنا شرع عندك درا المنظومه الرياضيه تاعك انت شدك عند القجع تا دير واحد يقابل القجع ماشي دير لي انايا دير لي زبانه باش تقابل ديناصور هما لك زبانه تحط فوق ديناصور يحس بيها هما لكم يعني الشيطان برك ما تقصروا على الغاشيه برقوا تقصروا الغاشية خلونا حشموها تبغوا التطيات تبغوا نعايروكم تبغوا المعايرة كونوا رجالة راكم تبهدلوا بلي تيتر تاعكم والله راكم تبهدلوا بهدلتونا
انا وكم الناس يضحك علينا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. نمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم خوتي.